الاختبارات اللي بتتقام في كرة السلة سيدات احنا بنمر على الفروع المختلفة، فرع الشيخ زايد وفرع الجزيرة وفرع مدينة ناصر، بننقي اللاعبات المميزات في الأعمار السنية سواء من حيث المهارة أو من حيث المقاومات البدنية، الطول، طول الدراعات كده، وبنختارهم كلهم وبنجيبهم في فرع الجزيرة يتمرنوا فترة 15 يوم ل 10 أو 15 يوم مع الفرق في الفرع بتاع الجزيرة، وبنتابعهم في التمارين، وبعد ما بنتابعهم في التمارين بنحدد يوم، بنطلع الكلام ده للنشاط الرياضي كابتن رؤوف، وبيقدر هو يحدد لنا يوافق لنا على اليوم اللي احنا بنقدم فيه الاختبار. الاختبار بيتم، الاختيارات في الاول بتتم مجموعة مدربين بيضم المدير الفني لكرة السلة سيدات مع مدير القطاع مع المدير الإداري لكرة السلة سيدات كابتن موسى علي، ومع المدربين بنروح كلنا ونعمل لجنة ونختار من الفروع اللاعبات المميزات. بعد كده بنيجي في الاختبار بنعمل جمل مهارية، يعني جملة مهارية بالنسبة لكل عمر سني حسب الإمكانيات بتاعته، يعني مش كل طبعا بتختلف من تحت 10 سنين ل 11 سنة ل 12 سنة. بنعمل الاختبار ده مهاري وبدني، وبنعمل النتيجة في الآخر. كل يعني عايز أقول كل مثلا في أربع حكام، الأربع حكام هو المدير الفني لقطاع السيدات، مدير قطاع الأكاديميات كابتن طه الغنام، مدير قطاع الناشئات، ومدرب السن اللي يزي يليه، يعني لو 10 سنين اللي يقعد المدرب بتاع 11 سنة. والنتيجة في الآخر بنجمع الدرجات بتاع كل لعيبة ونحدد ال 15 أو 20 لعيبة اللي احنا بنختارهم.